حتى الأسماء لابد أن تكون الأسماء أسماء أهل الإسلام. إذا كان يعني يجد مشقة أو شيء يكون مثلا بالكنية أبو صالح، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو حسن، أبو سعيد. أي نعم كنية. تستطيع تغير اسمك هذا أفضل. الأسماء يعني أسماء أهل الإسلام أسماء جميلة. نعم إذن من كان لديه اسم من أسماء الكفار لابد أن يغير هذا الاسم.